السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض الباترنز بتاعت الـ High Resolution CT، وقلنا الأساسيين هما إيه؟ Linear أو Reticular، Nodular، Parenchymal Opacification أو High Attenuation، ده موضوع النهاردة إن شاء الله، Low Attenuation أو Cystic Pattern، وفي عندنا الموزايك Attenuation. الـ High Attenuation أو Parenchymal Opacification Pattern إيه اللي يزود درجة البغل؟ يزودها درجة خفيفة اسمها Ground Glass، يا درجة أكتر اسمها consolidation، يا ممكن calcification اللي هتبان أكتر في الميديستاينال ويندو. طيب احنا عندنا دي كده النورمالي سكند بالمونري لوبيول ومليان هواء. الاستراكشرز اللي تبقى ودين اللي بنشوفه على طول او بنشوفه يعني كتير اللي هو سنترو لوبولار ارتري، البرونكس ما بنشوفهاش. طيب لو الاتينيويشن زادت بتاعت سكند بالمونري لوبيول بتاعت اللنج، لكن ستيل انا شايف الفيسلز دي بنسميها جراوند بلس، كانها مغبشه. لكن لو درجه الاتينيويشن عاليه لدرجه انها خفت البلمونري فيسلز، هي دي اللي بنسميها كونسوليديشن. الكونسوليديشن بتساوي كلمه اير سبيس ديزيز، الالفيولاي مليانه ستراكشر، مليانه مثلا ميه او بس او كده، لكنها فول فيلينج. لكن لما بيحصل بارشال فيلينج، تمام، ده اللي بنسميه جراوند جلاس. فالجراوند جلاس اوباسيفيكيشن ممكن يكون اير سبيس، الالفيولاي اتملت بس بارشالي، او ثيكند انترستيشن، يعني ثيكنينج للانترستيشن يعمل برضو نفس المنظر ده، نفس المنظر جراوند جلاس. اما الكونسوليديشن غالبا اير سبيس، الالبيولايت مالت بالكامل. يبقى الجراوند جلاس هيزي انكريز في اللانج اتينيويشن، ستيل انا شايف الفيسلز، يبقى الفيسلز نوت اوبسكيوت، اوكي، والبرونكس بتبان كانها انا شايفها من لوح ازاز، عشان كده ايه تبان هنا واضحه اجينست هيزي باك جراوند، فبنسميها دارك برونكس ساين. اما هنا significant increase في اللنج attenuation، ابيض قوي لدرجه انها obscured الايه الفيسلز، الفيسلز هنا استخبت خالص انا مش شايفها، والبرونكس هنا بتبقى واضحه against البرايت باك جراوند، الهاي attenuation باك جراوند لانها اير فيلد، فبنسميها اير برونكوجرام ساين. اوكي، يبقى عندنا سواء consolidation او جراوند جلاس، وكان السبب فيها اير سبيس، يعني الالفيولاي الهواء اللي فيها اتفضى واتملى، اتملى بايه؟ بفلويد كما في حالات البلمونري ايديما، ببلاد كما في حالات الهيموريج، ببص كما في حالات النيمونيا مثلا، سيلز كما في حالات الكارسينوما وليكن، او ايفن حتى فايبروزس. يعني ممكن الفايبروزس لو انترستيشيال فايبروزس او لونج ستاندنج ديزيز زي الساركويد الاسبستوزس، يبان برضو منظر كونسوليديشن او جراوند جلاس، ويكون السبب بتاعه فايبروزس. دي طبعا هتبقى كورونيك سيمبتومز، اما معظم الحاجات اللي هي هنا دي هتبقى acute symptoms. يبقى السيمبتومز هتساعدني في ان انا احط differential. نتكلم من شويه الاول على الجراوند جلاس، ونقول تاني هيزي انكريز في اللنج attenuation، زاد اللنج attenuation سنه، not obscured vessels، الفيسلز still can be seen within the area of increased attenuation. البرونكس لو واضحه هنا بنسميها ايه؟ dark bronchus sign. طيب نتكلم على كذا نقطه، اول واحده فيهم الايتيولوجي، ايه اللي بيعمل الجراوند جلاس؟ احنا قلنا اير سبيس ديزيز، بارشال البيولار فيلنج، الالبيولاي اتملت لكن مش بالكامل، لو اتملت بالكامل هتبقى كونسوليديشن، لو اتملت بارشالي هتزيد الاتينيويشن، لكن ستيل انا شايف الفيسلز. اوكي، طيب ايه اللي يملاها بارشالي؟ هي نفس الاسباب، شويه فلويد كما في البلمونري ايديما او بس كما في النيمونيا اند سو اون. تمام، دي كده النورمال البيولار. طيب حاجه ثانيه برضو ممكن تعمل جراوند بلس، البيولر وول ثيكنينج، انترستيشيال ثيكنينج، لو الانترستيشيوم ده ثيكنت كميه الهواء برضو اللي جوه الالفيولاي هتقل، وبالتالي هتعمل لي جراوند بلس. يبقى يا اما البيولر ديزيز، يا اما اللي هو اير سبيس، يا اما انترستيشيال ديزيز. ثالث حاجه ممكن تعمل الجراوند بلس ان انا فضيت الهواء، ريدكشن اوف كميه الهواء، ريدكشن اوف ايريشن، كما في حالات الاتيلكتسيس، هناخدهم كده واحدة واحدة ونشوف. دي مثلا كان area of ground glass، انا still شايف الفيسلز، الفيسلز من خلال ال increased attenuation، وطبعا شايف البرونكس، يبقى دي ground glass attenuation. في بعض المناطق ابيض قوي قوي قوي، يعني ميكسد ايه consolidation مع ground glass، مع وجود ال acute symptoms دي طلعت case of COVID-19 pneumonia، هنتكلم عليها يعني later on. يبقى السبب دلوقتي في الجراوند جلاس ان الالبيولات فيلد، بارشال البيولر فيلينج. طيب السبب ده انا حاسس ان في اريا اوف جراوند جلاس بريفرالي، تمام، بريدومينتلي على البوستيريور اسبكت،
دي اللي قلناها في اول محاضره بتاع التكنيك، عايزين نتاكد هل دي بيرمننت ولا تمبرري فايند. فعملنا له البرون لقيناها فعلا بيرمننت فايند. لما نلاقي سب بلورال جراوند جلاس اتينويشن تمام، هنفكر في ان ده عنده ايرلي فايبروزس، يبقى هنا انترستيشيال ثيكنينج كان هو السبب في الجراوند جلاس، انلايك الحاله اللي فاتت اللي هي كان فيها بارشال البيولار فيلم. طيب ثالث حاله دي برضو كان في اريا اوف ايل ديفايند جراوند جلاس تمام، عملنا له البرون اختفت من هنا وراحت هنا، اختفت من بوستير وراحت انتير، يبقى دي اللي بنسميها الديبندنت اوباستي او الترانزيانت ديبندنت اوباستي، نتيجه لوس اوف اريشن في الحته دي، نتيجه اتيلكتسيس. اتيلكتسيس تمام يعني ما فيش اكتيزيا، اتي لاكتيزيس، اكتيزيس دي اللي هي الايه اللي هتتملي بالهواء، يعني هنا لوس اوف اكتيزيا او لوس اوف اريشن تمام. فدول الثلاث اسباب اللي ممكن يعملوا لنا جراوند جلاس. نفتكر برضو من اول فحص ان انا نورمالي مع الانسبيراتوري اللي التراكيا بتبقى راوندد تمام، اللنج هنا نورمال اتينويشن، الاتينويشن بتزيد في الاكسبيراتوري اللي هنا بنشوف التراكيا يا اما بوينج يا اما فلاتنج، ده بيبقى نورمال جراوند جلاس. سببه ايه؟ لوس اوف اريشن تمام، انا فضيت الهواء لا انا عامل اكسبيريشن اوكي، فده نورمال فاين. يبقى دول الثلاث اسباب اللي ممكن يعملوا لنا الجراوند جلاس. الاشكال بتاع الجراوند جلاس احنا قلنا بنلاقي هيزي انكريز في الاتينويشن، ممكن تبقى باتشي، ممكن تبقى اكستنسيف، ممكن تبقى جيوغرافيك انا رسمها، ممكن تبقى لوبيولر يعني واخد بالمونري لوبيول وسايب بالمونري لوبيول. دي في الحقيقه بتبقى في حالات بالذات يعني الاير سبيس ديزيز عن الانترستيشيال تمام، كما في حالات الهايبر سنسيتيفيتي انومالايز. بس نتاكد من حاجه، هل الانكريز الاتينويشن دي بسبب ان عامل اكسبيريشن؟ لا، هنا عامل انسبيريشن الدليل انها راوندد البيولار، خلي بالنا من النقطه دي. زي مثلا هنا، هنا كان العين صورناه انسبيريشن وصورناه اكسبيريشن، لقينا بدات في حاجات مبيضيه يعني جراوند لوس، بس اكشوالي الابيض ده هو النورمال، الاسود ده هو اللي كان المفروض يبيض، يبقى ده هو اللي اب نورمال. ده بيحصل ليه؟ لان الهواء اللي هنا ما خرجش مع الاكسبيريشن، يبقى في element of air trapping. يبقى سبب اختلاف الاتينويشن هنسميه بقى اختلاف الاتينويشن ان جنرال بنسميه موزايك اتينويشن، ابيض واسود. هل سببه جراوند جلاس ان الابيض ده هو الابنورمال؟ لا، الاسود هو الابنورمال، الاسود اللي هو الابنورمال هنسميه اير ترابنج او موزايك بيرفيوجن، عشان بس منع اللخبطه انا هتكلم عليها في الاخر. ده مثلا برضو كان عيان انسبيريشن في ابيض واسود، يا ترى انهي الابنورمال؟ بص على البيسلز، الفيسلز هنا في الابيض اكبر من الاسود، يبقى الاسود هو اللي اب نورمال. لو الابيض اب نورمال كنا نسميه جراوند جلاس، لو الاسود اللي اب نورمال نتيجه ريدكشن للسايز بتاع الفيسلز ريدكشن للاريشن هنسميه موزايك بيرفيوجن. اللي متلخبط ياجلها شويه مفيش مشكله اوكي. السيجنيفيكانس بتاع الجراوند جلاس لما بنشوفها في معظم الديزيز، انا عايز اكوريليت مع السيمبتومز، اكيوت سيمبتومز يبقى ده اكتيف ديزيز وغالبا بوتنشالي تريتابل يعني يتعالج، يعني في امل كبير في العيان. لكن لو كانت كرونيك سيمبتومز يبقى غالبا الجراوند جلاس ده يا اما بارت من اكتيف ديزيز يا اما فايبروسيس. طيب هقدر احكم من الفيلم؟ ممكن احيانا نحكم، طبعا انا محتاج ايه سيمبتومز عشان اقول الجراوند جلاس دي مع اكتيف تريتابل ديزيز ولا نون تريتابل ديزيز. ان شاء الله يعني اب تو 80% هيبقى بوتنشالي تريتابل اوكي، لو معهوش الساينز اوف فايبروسيس في باقي الفيلم. لكن لو لقينا جراوند جلاس والساينز اوف فايبروزس غالبا ده الجزء النون تريتابل. فهنا في ديفيوز جراوند جلاس مفيش ساينز اوف فايبروزس، هنا في باتش جراوند جلاس لكن معاها اركيتكشرال ديستورشن، في شويه ريتيكوليشن، في بدايات هاني كوبنيك، تراكشن برونكايكسس، علامات الفايبروزس موجوده، يبقى الجراوند جلاس ده غالبا بارت من فايبروزس. علامات الفايبروزس مش موجوده وفي acute symptoms يبقى غالبا ده active disease اللي هو ايه ان شاء الله يبقى treatable one اوكي. يبقى كده اتكلمنا على الايتيولوجي واتكلمنا على الابيرنس بتاعنا. هنتكلم دلوقتي على حاجتين يساعدونا ان احنا نوصل للدايجنوزس، هل الكلينيكال بتاعنا acute ولا chronic، والديستريبيوشن بتاعنا central ولا peripheral. بالنسبه للكلينيكال لو ده كان acute symptoms ايه اللي موجود عندنا؟ عندنا extensive predominantly central او very high large ground glass opacification. ليه ground glass؟ انا لسه شايف البيسلز against ال
هيزي انكريز في الاتينويشن، تمام؟ طلع العيان ده بياخد كوكين، يبقى ده ديفيوز البيولار دامج. طيب هنا في باتشي ارياس اوف ساتل جراوند جلاس بايلاترال، تمام؟ والعيان ده بيرب تيور ومش عارف ايه، والسيمتومز عنده بقالها اسابيع او شهور، يبقى ده هايبر سنسيتيفيتي نومونايتس. ديفيوز اكستنسيف باتشي موجود على الناحيتين، والعيان عنده كرونيك سيمتومز وبدايات تراكشن برونكياكتسز، يبقى العيان ده انترستيشال ديزيز او انترستيشال فايبروزس. يبقى السيمتومز هتساعدني ان اقول الجراوند جلاس ده رايح ناحيه ايه. طيب acute symptoms cough shortness of breath وفيفر، وفي عندنا bilateral predominantly peripheral distribution of ground glass ومع شويه interlobular septal thickening. لما نلاقي ground glass مع interlobular septal thickening بنسميها crazy paving pattern. في الacute symptoms يبقى دي هتطلع acute disease. في الايرا اللي احنا شغالين فيها حاليا لازم نحط البوسيبيليتي بتاعت ايه؟ الكوفيد 19 نيمونيا. طيب في هنا multiple bilateral ground glass patches ومعها شوية smooth interlobular septal thickening cough shortness of breath fever، يبقى ده acute disease في الايرا بتاعتنا طبعا again COVID-19 pneumonia. اوكي طيب عيان تاني ground glass و interlobular septal thickening اللي هي crazy paving، والعيان ده كان عنده systemic lupus، يبقى اذا دي البوسيبيليتي بتاعت هيموريدج نتيجه الباسكولايتس، برضو اتس اكيوت ديزيز. طيب العيان ده دي طبعا غالبا بالسيتولوجي او كده هو اللي شافوه، جراوند جلاس ديفيوز انترلوبيلر سيبتال ثيكنينج على الناحيتين بردومينتي على الليفت سايد، كرونيك سيمتومز طلعت البيولر بروتينيوزس، دي الكلاسيك اللي اتوصفت على كريزي بيبنج باترن. فلذلك الكريزي بيبنج باترن مش معناها البيولر بروتينيوزس، تمام؟ لا ليها ديفرنشال، اوكي؟ فمش سبيسيفيك ساين، اوكي؟ نفس الفكره المره دي جراوند جلاس وفي شويه برضو انترلوبولار سيبتال ثيكنينج، بايلاتري بردومينت على الرايت سايد، كورونيك سيمتومز كورونيك كاف نوت ريسبوندنج للانتيبيوتكس، طلعت في الاخر اورجنايزنج نيمونيا اللي هي ممكن تريسبوند للستيرويدز. اورجنايزنج نيمونيا اتس كرونيك ديس اوردر بردومينتلي بيجي بايلاترال باتشي بردومينتلي بريفرال، اوكي؟ لو ملوش سبب هنسميه كوب اللي هي كريبتوجينيك اورجنايزنج نيمونيا اوف امريكا بوب برونكوليتس اوف ترانس اورجنايزنج نيمونيا. طيب العيان ده عنده ارياس اوف كونسوليديشن مع جراوند جلاس، الكونسوليديشن انا مش شايف الفيسلز، الجراوند جلاس انا شايف الفيسلز، وعنده كرونيك سيمتومز وفيها ده ويت لوس من غير الانفكشن، ويت لوس دي بتقلقنا لحسن يكون عنده مالجننت بروسس، وبالبيوبسي اكتشفنا انه ايه برونكو الفيولار كارسينوما، الاسم الاحدث ليها طبعا اللي هي الايه ميوسين انفيزيف ميوسينس ادينو كارسينوما. اوكي فالسيمتوماتولوجي اكيوت ولا كرونيك هتساعدني جدا. الديستريبيوشن برضو هي مينلي ابر هي مينلي لور سنتري لوبيلر ولا جيوغرافيك يعني حاجه زي كده، انا شايف التراكيا فمينلي ابر areas of consolidation مع ground glass ومينلي lobular واخده الديستريبيوشن بتاع البلمونري لوبيول. السيمتومز بتاعتنا ريليتد ان واحد بيربي تيور وفراخ ومش عارف ايه، طلعت في الاخر هايبر سنسيتيفيتي نومينايتس، تمام؟ انا بحاول اجيب الباترن والديستريبيوشن وكده، مش لازم نوصل لديزيز بعين، يعني حاجه زي الهايبر سنسيتيفيتي نومينايتس في عندنا اكيوت وسب اكيوت وكرونيك قصه كبيره، لكن احنا في المرحله دي يا جماعه انا عايز اعرف الشكل ده ممكن يوديني لايه؟ الشكل ده عباره عن ايه؟ اوكي؟ مش لازم سبيسيفيك دايجنوزيس في الفتره دي. طيب عندنا هنا اكستنسيف باتر بايلاترالي بيردومينتلي سنترال بيردومينتلي بيري هايلر، وعرفنا ان العيان عنده ايدز او اتش اي في، يبقى دي النوموسيستس جوبرساي نيمونيا، اوكي؟ طيب عيان عنده بقى كورونيك سيمتومز، كورونيك كاف، كورونيك ديسنيا، شورتنس اوف بريث along months to years. ايه اللي موجود ده مثلا هنا في جراوند جلاس ومعهوش هاني كومبنج ولا ريتيكوليشن ومعاه ساين حلو قوي اللي هي ايه immediate subpleural sparing مع الكورونيستي بتاع السيمتومز، دي ممكن ترجح لي انترستيشن نيمونيا انهي نوع نون سبيسيفيك انترستيشن نيمونيا، لكن هنا مع جراوند جلاس معاها شويه ريتيكوليشن ومعاها بدايات هاني كومبنج، يبقى انا بتكلم في evident fibrosis predominantly subpleural predominantly posterior predominantly lower lobar في الحالتين، تمام؟ مع ال evidence of fibrosis ده هنرجح ان ده يكون idiopathic pulmonary fibrosis IPF. يبقى الفايبروزز زي ما قلنا قبل كده بتدخل في الديفينشن بتاع الجراوند لاس، لكن ميلي الديستريبيوشن هيرجحها،
lower lobar posterior subvolar. شوف بقى معاها الهاني كومبنج ولا معهاش. معاها اي بي اف، معهاش هتبقى ان اس اي بي. اوكي كلمتين كده برضو على الكونسوليديشن. من تاني significant increase في lung attenuation obscuring the vessels، لكن البرونكس ممكن تشاب، يبقى اسمها اير برونكوجرام. طيب الاتيولوجي بتاعها complete filling للالفيولاي، مش partial زي consolidation، مش interstitial مثلا زي consolidation، فcomplete filling بالالفيولاي يبقى اير سبيس ديزيز. نخلي بالنا برضو ان الفايبروزس ممكن تعملها. اوكي طيب زي مثلا حاله زي كده، الحاله دي جايه باكيوت كاف فيفر وشورت سينكونس ومعانا كونسوليديشن للليفت ابر لوب وفيها اير برونكوجرام، مع الاكيوت سيمتومز لازم احط البوسيبيليتي الاولى هي نيمونيا، الكلاسيك نيمونيا، اللوبر نيمونيا، البكتيريال نيمونيا، تمام؟ دي كانت ستاف اوريس نيمونيا. طيب كومبليت كونسوليديشن، تمام؟ اكيوت سيمتومز ومعاها شويه سنتري لوبلر وتري امباد نوديول، برضه ممكن نيمونيا. طلعت هنا اسبيريشن نيمونيا، هنا بايلاترال بيري هايلر كونسوليديشن وفيها الاير برونكوجرام، جاي اكيوت شورتنس اوف بريث وهو نون تو بي كاردياك وعنده بايلاترال افيوجن، يبقى برضه اكيوت اكيوت بالمونري اديما، الكارديوجينيك بالمونري اديما. خلي بالنا ان الكارديوجينيك بالمونري اديما مينلي سنترال، لان هيبقى في نوع تاني من الاديما اللي هي النون كارديوجينيك هتبقى بريفرال. اوكي حالة تانية لكن السيمتومز المرة دي كورونيك، بقى لها أسابيع شورتنس أوف بريث وبايلاترال باتشي كونسوليديشنز، تمام؟ طلعت أورجانايزنج نيمونيا، يعني الأورجانايزنج نيمونيا ممكن تيجي جراوند جلاس؟ أه ممكن تيجي كونسوليديشن؟ أيوه تمام؟ أوكي طيب حالة تانية تشبه برضو الأورجانايزنج نيمونيا بايلاترال بريفرال ديستريبيوشن أوف جراوند جلاس وفيها إير برونكوجرام، ممكن تطلع اورجانيزنج نيمونيا؟ ايوه. ممكن تطلع ايسينوفيليك نيمونيا؟ ايوه. يبقى الفرق ما بيننا في السي بي سي، طلع عندنا ماركت ايسينوفيليا يبقى دي، وكرونيك سيمتومز كرونيك ايسينوفيليك نيمونيا، يبقى الباترن الديستريبيوشن زائد عوامل اخرى سيمتومز اللاب ممكن ترجح لي حاجه عن غيرها. نفس الفكره عندنا باي لاترال باتشي ارياس اوف كونسوليديشن بريدومينانتلي بريفرال، تمام؟ وعندي إيسينوفيليا يبقى برضو كرونيك إيسينوفيليك نيمونيا، تمام؟ طيب المرة دي اللي ممكن يكون عندنا إيه؟ كرونيك سيمتومز بايلاترال كونسوليديشن ومعاها الويت لوس، عملنا البيوبسي طلعت كارسينوما، يا نهار أبيض، اللي هي الإيه؟ برونكو ألفا كارسينوما، الاسم الأحدث إنفيزيف ميوسينسك أدينو كارسينوما. نخلي بالنا من النقطة، وأنا هنا في اللانج ويندو أنا بشوف البرونكوجرام الاير برونكوجرام ساين، بس ما بشوفش الفيسلز في النون انهانسد ستادي، لكن لو واخد كونتراست ممكن اشوف البلمونري فيسلز وذين الكونسوليديشن لو واخد كونتراست. ولو هنا بانت طبعا في الميديستاينال ويندو دي بنسميها سي تي انجيوجرام ساين، يعني نون سبيسيفيك، لكن الكلام بيتقال انها بتشاف اكتر مع الانفيزيف ميوسينس ادينوكارسينوم. يبقى الكونسوليديشن برضو من تاني هيختلف، هل ده اكيوت ولا كرونيك؟